بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني بأنه راه بدون ماء راه ما كايناش الحياة. مشعل حميد رئيس جمعية منتجي الخضر ببر رشيد. خصنا نوجدوا حلول للأمن الغذائي والأمن المائي، لأن هاد الفلاحة وعاو بأنهم في إطار استمرارية ديال المشاريع ديالهم خصهم يحافظوا على الماء. اللي بدات الجمعية ديالنا اتجهت الفاعلين في إطار الماء بأنهم ساهموا في هذا القانون اللي كيسمح للفلاح باستعمال الماء شريطة أن يحافظ عليه وأن يبلور ذكاء إنتاج عالي باستهلاك أقل. بدينا كنديروا المدارس الحقلية اللي الغرض منها هو الحفاظ على الماء وإنتاج كمية كبيرة وجودة كبيرة بأقل ما يمكن من الماء. وبيننا بأنه في سنة جافة الجزر استهلك في سنة شبه جافة 4600 متر مكعب إلى حدود من الزرع ديالو حتى الوصول ديالو للجني في شهر 6. كنتمنى بأن هذه التجربة تعمم في المغرب كامل باش الناس يتنظموا داخل الجمعيات ويشاركوا في منظومات قانونية اللي تخول استمرارية ديال فلاحة مستدامة باش يبقى الماء للأجيال القادمة. نديروا جميع الابتكارات مع جميع المؤسسات باش هذا الماء نحافظوا عليه، ولكن نلقاو موارد جديدة وجودة عالية وإنتاج أكثر.